ايوه تمام ان شاء الله. سمعنا صوتك، اجا ابوك. ايوه طبعا هذا كان مش سهل علي، لانه انا اغلب الفتره اللي فاتت كنت كل يوم معدل اصور جنازات وشهداء بشكل كبير، فجاني في ظل هذا الوجع والالم اللي كنت انا بغطيه سواء في خلال المستشفيات او في الشوارع اللي برصدها بعدستي كل يوم، فجاني هذا الخبر السعيد. في ظل القصف الشديد هناك أيضا ارتفاع، وارتفاع عدد الشهداء هناك ارتفاع في عدد المواليد، لذلك ترى في كل مستشفيات الولادة، في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة أيضا هناك ارتفاع في عدد المواليد. حط راسك يا زلمه.